هناخد طبعا اسئله وتعليقات. احنا شفنا زي ما بقول جهتين، وظهر طبعا حتى من العرض ان هم في جزء بيشتغلوا فيه مشترك بس مش مشترك، يعني كل على حده بيتعامل مع نفس المشكله. فطبعا ده اللي كنت بقوله قبل كده، ليه يبقى عندنا اكثر من جهه بيتعاملوا مع نفس المشكله دي في حد ذاتها مشكله. برضو كتعليق سريع يعني عايز اقولها يمكن باكثر طريقه دبلوماسيه، لكن انا عمري ما شفت دوله في العالم بتحتفل باصدار قوانين قد مصر. مفيش دوله بتحتفل باصدار قانون، احنا الدوله الوحيده اللي اول ما يطلع قانون نحتفل بيه، ننزله في الجرايد وهننزل بنحتفل بالقوانين، في حين انها مش كان يحتفل بيها خالص. احنا دوله من الدول اللي تحتفل بالمدخلات مش بالمخرجات. يعني حطينا فلوس قد كده وعملنا ودخلنا وشجرة، انما عمرنا ما بنحتفل بالمخرجات، يعني حصل ايه بعد كده ده بننساه. ف معلش يمكن الواحد ساعات لازم يبقى واقعي زياده، لان تجربه الصندوق الاجتماعي لما بيعاد تقييمها النهارده بعد ما يعتبر انتهى وتحول الى شكل جديد، ما حدش قيمها، ما حدش قال يا جماعه 23 مليار اللي اتعمل بيهم كان احسن ما يكون ولا كان ممكن اكتر من كده. المليار ده مش حاجه سهله، احنا بلد يعني ما عندهاش المليارات والرفاهيه. اكيد الساده المحافظين عارفين مليار جنيه لو جالهم يقدروا يعملوا بيه ايه. فلما احنا بنتكلم على في 10 ب 6 مليار تدريب و4 7 مليار مش عارف ايه وبتاع، لكن المليار ده حاجه سهله. وبعدين ما نرجعش نقيس المليار ده حصل بيه ايه، متهيألي دي برضو حاجة مهمة نحاسب بيها نفسنا. لكن هترك طبعا الأسئلة للسادة الحضور وللسادة هنا يردوا عليها. فمين عنده أي أسئلة؟ حضرتك اتفضل، بس الأسئلة تبقى إيه؟ مجازة شوية وعلى طول يعني. أولا لمين؟ السؤال لمين؟ لا لا ده سؤال شكلي. وحضرتك عرفنا بنفسك. أنا مستشار رفعت سؤال شكل، ليه الموضوعات بتاعت النادي ما تحطش في كوتين صغير على اساس ان يكون في الشرح الشرعي انت ترد على يعني قراءه عشان لما اقرا كل اللي بيتقال كده شرعي تناسب مع الحاضرين مش بنستوعب الموضوع بالكامل. من شروط النادي لازم يكون في جدول اعمال الناس وبعرفه بعد ساعه بعد ربع ساعه، لكن في نفس الوقت في كوتين بيشمل السؤال. معلش انا السؤال، المعلومه اللي بتقولها القصه مش ان احنا هنحط الندوه في البدايه. المركز المصري للدراسات الاقتصاديه دلوقتي بيعمل دليل للاعمال، هو معمول في الاساس للمراه بالتعاون مع المجلس القومي للمراه وبتمويل كندي، بيحط كل التفاصيل المرتبطه بكل خطوه من الخطوات بتاعه المشروع والخدمات موجوده فين بالظبط. اللي احنا بنقول عليه في صوره كتيب كامل، وهيتم لسه لم تنتهي منه العمل، لكن هينتهي منه العمل بعد رمضان ان شاء الله على طول باذن الله. حضرتك بيت معلم مستشار بيوضح نقطه واحده، ان احنا الندوه اللي احنا بنسمعها دي المفروض نفهم ايه اللي فيها ده عشان نبقى قاعدين في الخير. ما فيش اجنده؟ ما فيش اجنده؟ ما فيش اجنده. ما فيش اجنده. حد اعطانا اي حاجه. ولا جدول اعمال ولا اي حاجه. لا جدول اعمال يمكن يندفع بدا غير وهي نقطة تنظيمية، بس خلينا نرجع للمستوى. ماشي ماشي بعدين. كان في سؤال ورا هنا وفي سؤال هنا سؤال ورا خالص. اوكي. فين الميكروفون السماعة؟ في ميكروفون سماعة.
سامعين سامعين كمل يا طب قوم وزعق قوم ايوه كمل لا سيبك من الميكروفون بقى زعق مكان صغير اصلا محمد الكبير في رائد اعمال السؤال دلوقتي انا شايف ان في جهات حكوميه كتيره بتقدم نفس السيرفيس فكرتك شركتك زي مشروعك او زي برضه فكرتك شركتك اللي هو تبع وزاره الاستثمار كده ايوه شايف ان في يعني هي نفس السيرفيس بتقدم بس بتقدم من جهات مختلفه هل ده هيساعد على نمو بيئه الفينشر كابيتال الموجوده في مصر اللي بياخدها دلوقتي عايز يخش فيها القطاع الخاص بشكل كويس ولا الموضوع هيبقى فيه منافسه ما بين القطاع الخاص والحاجات اللي هي الحكوميه لان في الاخر ده ممكن يبقى ليه مردود سلبي على جانب القطاع الخاص لان بالتاكيد القطاع الخاص بنفس قوه الحكومه خاصه الحكومه عندها فرص تمويل فلوس اكتر وفرص التمويل ممكن تبقى اسهل مثلا في حاله فكرتك شركتك النسب اللي ممكن بياخدوها بتبقى احسن بكتير جدا من شركات زي فيتشر كابيتال اللي موجوده في الماركت في حاجات كتيره انا مش قادر اشوف تكامل ما بينها ده بالعكس انا شايف ان هي بتتنافس مع بعضها بشكل ما فيهوش المصلحه اللي احنا عايزينها في الاخر من السوق يعني. لا نجاوب سؤال سؤال اتفضل حضرتك. مبدئيا هعلق على كلام حضرتك وكلام استاذ خالد سوري فكره ان يبقى المواطن متاح ليه اكتر من جهه بتقدم خدمه او منتج ويتنافسوا هم مع بعض في مقابل رضا المواطن ده احسن للمواطن ولا اسوء للمواطن؟ لا احسن وبالتالي لما يبقى في اكتر من جهه بتقدم نفس الخدمه وبينافسوا بعض فيها ده حاجه اجود للمواطن في المقام ده ولكن اللي بيحصل هنا مش تنافس اللي بيحصل هنا ان كل واحد يقدم منتج عشان نقدر نكفي السوق السوق ده سوق كبير جدا حجم المشروعات الصغيره المتوسطه والمتناهيه السعر في مصر تصل الى 95% من حجم المشروعات الموجوده على ارض مصر وبالتالي مهما قدمنا من خدمات كجهاز او كوزاره او كوزاره استثمار او اي من الجهات اللي بتقدم من الخدمات استحاله تقدر تكفي باحتياجات السوق. وبالتالي مطلوب لتحريك العجله والتسارع من اجل الانتاج ان يبقى في جهات كتير بتقدم خدمات. هنا مش معناها ان احنا بننافس بعض، معناها ان احنا عايزين نخدم المواطن. اوكي؟ السؤال الثاني اولا انا كمستثمر يهمني كم نقطه كده معلش هو شويه اسئله الحد الاقصى للقرض كام؟ معدل الفايده كام؟ ضمانكم انتوا بالنسبه لي انا للقرض دول ثلاث حاجات مع حضرتك الفرصه المتاحه ليا قد ايه؟ هل في فتره سماح؟ نمره خمسه تطبيق اليه القرار يعني بيبقى الكلام حلو بتروح تحط لك بقى عايزين وعايزين 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 نقول في الاستثمار حضرتك يا ريت في البدايه يبقى تفعيل اليه القرار نفسه دراسه على ارض الواقع احنا هنا حضرتك في الصعيد هنا كل 90% من الناس بيخافوا يتعاملوا مع البنوك يسمع ضرايب يكش يسمع تمويل يجري يسمع سد ليه؟ يعني دي انا يعني كم نقطه كده معلش محتاجه توضيح ليا وللاخر بعد خلينا نرد بسرعه على الاسئله بتاعتك. الحد الاقصى للقرض احنا في المشروعات التجاريه والخدميه الحد الاقصى للقرض 3 مليون جنيه. في المشروعات الصناعيه 5 مليون جنيه. وبتصل الى 10 مليون جنيه في حاله المشروعات اللي لها علاقه بتوليد الطاقه المتجدده. بس خلينا نقول العموم في الاغلب احنا بنتكلم على مشروعات صناعيه حتى 5 مليون، مشروعات تجاريه وخدميه حتى 3 مليون. حضرتك سالت على سعر الفايده. سعر الفايده للمشروعات الصغيره الصناعيه 5% متناقصه. سعر الفايدة للمشروعات التجارية والخدمية 8.5 متناقصة. الضمان مفيش ضمان غير ان سيادتك بتقدم ورق المشروع وبتقدم دراسة جدوى المشروع
وتتقدم لاحد المكاتب، معرفش حضرتك منين؟ من اسيوط. تتقدم لمكتب اسيوط ومعانا مدير مكتب اسيوط، تواصل معاه بعد ال وده كان مشروع المشيله وكده المشيله خاصه خاصه كنا متفقين عليه كان المشروع فاضي خالص خلاص لو كده معانا مش الشرط ما عندناش مدير زي مدير فرع اسيوط. واخر سؤال لفترة السماح، فترة السماح بنتكلم في حدود 6 شهور من بداية القرض. دول أسئلة الأربعة اللي سألتها. أستاذة زينب تحبي تعرفي برضه على نفس السؤال؟ احنا بالنسبة للفلوس بتاعت مشروع احنا السقف بتاعنا مفتوح. يعني ممكن تاخد لغاية ما أنت عايز، أنت عايز ممكن تقرض الفلوس كامل ولا أنت لسه هتفكر في القرض؟ يعني حضرتك لسه بتسأل على الحد الأقصى للقرض؟ ممكن يدوب سنة بس عشان بيدي رخصة مؤقتة لمدة 5 سنين، ممكن لو انت عملت استكمال الكارت جدد لك الرخصة كمان فترة تاني. بالنسبة للفايدة بقى لو نسبة الأرباح بتاعتك بتبقى من مثلا 1,000,000 بنزيد بال 5%. لو نسبة الأرباح ما بتم لو الأرباح بتاعت حضرتك بتبقى من 5,000,000 بديك بالمبادرة اللي هي 5%. يعني هو ضمان ينفع على 5,000,000 ياخد 5%. تاخد 5% بالمبادرة. أقل من 1,000,000. أقل يا حبيبي. لو مليون بتبقى بتاخد بال 5%. طب ضمان ده غبت حسبان الغبت. الغبت. يا جماعة يبقى مش نسبة ربح. مبيعات اكتر من 1,000,000. في تعريف للبنك المركزي للمشاريع الصغيرة، تعريف البنك المركزي للمشاريع الصغيرة المتوسطة اللي لها بحجم الأعمال، حجم الأعمال أقل من 1,000,000، ده معناها إن ده مشروع مايكرو اللي هو متناهي السرعة. كويس؟ كان من 1,000,000 من 1,000,000 كان ل 20,000,000 ده مشروع صغير. بعد التعويض اصبحت من 1,000,000 50,000,000 مشروع صغير، من 50,000,000 ل 200,000,000 مشروع متوسط، اكتر من 200,000,000 مشروع كبير، حجم الاعمال وليس الارباح، متناهي الصغر 1,000,000 فاقل. في سؤال ورا بقى؟ اتفضل.
خلينا واقعيين نتكلم. تحدث عن رئيس الجمهوريه ان هناك خلل في منظومه 200 مليار جنيه اللي وعد بيه رئاسه الجمهوريه للمشروعات المتوسطه والصغيره، وكانت البنوك بتلجا ان هي بتدفع المشروعات الكبيره، وبرضه الخلل ما زال موجود. جهاز تنميه المشروعات الصغيره والمتوسطه في الصندوق الاجتماعي او مشروع مش قادر يشتغل ويوصل لمرحله او طموح الشباب. خلينا نتكلم بشكل موضوعي، ارجوكم انزلوا بشكل موضوعي جدا وانزلوا شوفوا الشباب. انا لما بروح للصندوق الاجتماعي وبطلب منه بخط، اول حاجه بيديك الضمانات اللي بيطلبها بشكل مبالغ فيه. انا مؤمن ان هو عايز يحافظ على الفلوس بتاعته، ومشروعك عايز يحافظ على الفلوس بتاعته، والبنوك عايز يحافظ على البنوك بتاعتها. ازاي نقدر نوصل الشاب ده عنده مشروع وعنده فكره وما عندوش آلية الائتمان اللي يقدر يروح للبنك يقول له انا عندي 50,000 جنيه وديعه اديني عليه؟ انا لو معايا 50,000 جنيه مش هرجع لحضرتك واقول لك انا عايز منك قرض هبدا زي ما انا عايز. ازاي نقدر نعالج النقطه دي بدراسات موضوعيه ودراسات علميه عشان نقدر نوصل زي ما حضرتك بتقول هوصل للحاره وهوصل للقريه وهوصل للشاب الصغير بفكرته اللي هيقف بعربيه في الشارع اللي هيقف بعربيه. حضرتك اتكلمت بشكل بعبع المحليات، حضرتك جيت عند اضعف حلقه وهي الموظف المحلي. المحلي بيقول لك انا مرتبط بقوانين خلي المشرع يعالجها عشان اقدر اشتغل عليها. حضرتك سبت اهم نقطه وهي التمويل. ازاي اقدر لحضرتك وادي بشكل بسيط جدا كشاب، طب انا جاي وانا رايح اي بنك او اي صندوق اجتماعي او مشروعك رايح لبعبع وهو الضمانات اللي هيقدمها لي، وازاي ان انا معيش شهادات استثمار او حاجه زي كده. لازم نقدر نوصل بشكل بسيط جدا، والرئيس اتكلم فيها واتكلم على البنوك. اما اتكلم عليهم وقال لهم ال 200 مليار جنيه المشروعات الصغيره راحت فين؟ راحت لشركات كبيره جدا، هو كبنك عنده فلوس مستثمرين وفلوس مودعين خايف عليهم. لازم نقدر نحل نشوف الحاجز ده ازاي. انا كشاب معايا فكره مشروع، ازاي اجي لحضرتك وتقول لي تعالى انا هقدر كحاضنه اعمال ونشتغل على حاضنات الاعمال او حاضنات المشروعات. شكرا لحضرتك. دايما بحيط ما عرفتش اسمك، ما سمعتش اسمك من اول عبد الله. بدي زبل موضوع الضمانات اللي حضرتك قلت عليه ده يعني يشوبه بعض الاخطاء، محتاجه بس توضح. واضح ان انت رحت من المكتب بتاع الصندوق الاجتماعي المكان غلط. انا ما اعتقدش انه بياخد قرض. هو مجاني، هو مقصود ده ازاي؟ صعب، بس هو ما جاش ياخد قرض. هو المشكله في مكتب صندوق ايه؟ المشكله في صوت الناس تسمع، يعني الناس بتتكلم. لان احنا اصلا ما بنحطش ضمانات. وبالتالي انا عايز اعرف بقى انت قعدت مع مين؟ انا الناس جت لك. انا عايز اقول الحاجه الثانيه حتى بره نطاق، بره نطاق المشروعات الصغيره والمتوسطه. استاذ انا هقعد معاك انت خصيصا عشان عاجبني اللي انت قلته بعد ما نخلص. بس مبدئيا موضوع الضمانات بيشوفوا بعض الاخطاء، مش هقدر ارد عن قدرة البنك المركزي، في حد يقدر يرد عني اكتر مني؟ الاستاذ عمرو هيرد. النقطه الثالثه حضرتك كان فيها احنا نقعد مع الناس، وجودنا النهارده زي الاثبات احنا جايين نقعد مع الناس، واحنا ده اللي بنعمله انا وزمايلي على مستوى الجمهوريه يوميا بنقعد مع الناس. اشكرك. ضمانات عشان عنده يرمن حقه، ويديك فلوس بتبقى فلوس المديرين، يعني نطلع موضوع البنوك متهيألي موضوع البنوك احنا مش هنقدر نتكلم في موضوع الضمانات ده ليه؟ لكن بالنسبه لمشروعك زي ما انا بتقول هو بيدي رخصه مؤقته، فدي بتساعد شباب كتير جدا، لان في ناس كتيره بتبقى جايه مش معاها رخصه، فبيدي له رخصه مؤقته لمزاوله النشاط.
طيب في أسئلة أخرى؟ هنا الشكل.
اسمحوا لي انا معايا زميلي المسؤول عن تدريب رياده الاعمال في الجهاز، اخليه يرد على فكره التدريب والتنظيم. الاستاذ احمد الجندي مسؤول التدريب في الجهاز تدريب المشروعات. ده بناء على لافته من الدكتوره، انت لازم تدرب زمايلك معاك. ايوه.